بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بالكورس الثاني حاليا، ووصلنا للشابتر الاخير، الشابتر الرابع، اللي هو الفلتر، دوائر الفلتر، فلتر سيركتس. طبعا هذا الشابتر باربع فقرات. احنا اليوم راح ناخذ مقدمه عن الفلترز، وراح ناخذ الفقره الاولى من عند اللي هي اللو باس فلتر. فأول شيء راح نبدي به هو تعريف الفلتر. شنو الفلتر؟ قبل ما نقرأ التعريف، الفلتر هو عبارة عن دائرة إلكترونية لما تدخلها مجموعة من الإشارات، كل إشارة بتردد محدد، قسم من الإشارات تفوت وقسم من عدها شو يصير بها؟ يا إما تضمحل القيمة تصير قليلة جدا، أو تصير قيمتها صفر، فيسموه فلتر، يعني فلتر مجموعة من الترددات. فهنا معرفة، هو يقول is a circuit capable of passing certain frequencies while attenuating يعني تضمحل أو يقلل قيمة other frequencies، باقي الترددات. طبعا شنو تطبيقات الفلتر؟ أكو مجموعة من التطبيقات. أهم تطبيقات، طبعا هاي التسميات العامة وقسم من عندها، مو كلها، لأن هنا هواي تطبيقات للفلتر. فاللي ذاكرين هنا ثلاثة المهمة من عندها: الراديو كوميونيكيشنز، اللي هي دوائر الراديو والتلفزيون والساتلايت، ودوائر الوايرلس والانترنت، كلها تعتمد على الراديو كوميونيكيشنز. وعندنا الدي سي باور سبلاي. طبعا احنا اخذنا الدي سي باور سبلاي بالسنه اللي فاتت لما اخذنا الفول ويف ريكتيفاير والهالف ويف ريكتيفاير، والاشاره اللي نريد نسويها دي سي شنو نخليها متسعه، كانت عباره عن لو باس فلتر حتى تصير دي سي، حتى نتخلص من الريبل، حتى كنا كل ما نكبر المتسعه شو يصير الريبل يقل. والنوع الثالث من الابلكيشن يسمونه الاوديو الكترونكس. الاوديو الكترونكس يعني النويز اللي يصير بالصوت نتخلص من عنده باستخدام الفلترز. طبعا انواع الفلتر هي اربعه الاساسيه. النوع الاول اللي هو اللو باس فلتر اللي راح ناخذ اليوم، النوع الثاني اللي هو الهاي باس فلتر، والنوع الثالث اللي هو الباند باس فلتر، والنوع الرابع يسمونه النوتش فلتر، والى تسميات ثانيه مرات يسمونه باند ستوب فلتر، او العفو باند ريجكت فلتر او باند ستوب فلتر. اذا النوتش فلتر النوع الرابع الى ثلاث تسميات، يا اما نوتش فلتر او باند ريجكت فلتر او باند ستوب فلتر. هذا كل التسميات يعودن لنفس النوع اللي هو النوع الرابع. زين، شنو هو اللو باس فلتر؟ طبعا هنا مطي مثال حتى يوضح لنا شنو هي هاي الانواع الفلاتر وشلون تشتغل. مثلا اجى هاي جاب هذه الاشاره، طبعا هذه الاشاره نشوف شكلها هنا هو غير منتظم، بس احنا شنو نقول عليها بالكهرباء؟ بالكهرباء نقول عليها هاي بها هارمونكس. يعني شنو هارمونكس؟ يعني بها مجموعه من الترددات. فهو ايش يقول؟ يقول هاي الاشاره بالاصل هي متكونه من ثلاث اشارات، هاي الاشاره الاولى وهاي الاشاره الثانيه، هو هذا الهارمونيك، هاي الاشاره الثانيه وهاي الاشاره الثالثه، هذول من تجمعهم سوا راح يعطونك هاي الاشاره. زين، لو فرض ان هاي الاشاره دخلت على دول الفلاتر الاربع انواع، اذا دخلت على النوع الاول شنو راح يصير؟ من طبعا النوع الاول هو لو باس فلتر راح يطلع لي يستخرج لي بس الاشاره اللي ترددها قليل، اللي هي هاي، شوفوا هنا الاشاره ترددها قليل. اما الاشارتين الثانيه اللي ترددهم عالي ما فاتوا، وانما فلترهم زين، فسموه لو باس فلتر اللي يعبر لي التردد القليل. زين، الهاي باس فلتر سوى اجى للتردد العالي وعبره، اما الترددات القليله سوى بها ما عبرها. اذا شنو معناها هاي باس فلتر؟ هو يمر لي الترددات العاليه. زين، الباند باس فلتر يمر لي الترددات الوسطيه، فالترددات العاليه والترددات العاليه والترددات القليله سوى فلتر هنا عبر لي بس الترددات الوسطيه، فعبر لي هذا التردد اللي هو بالنص تشوفونه هنا. اما الدائره الاخيره فهي يسمونها الباند ستوب فلتر، هاي تعبر لي الترددات العاليه اكبر من تردد معين، والترددات الواطيه الاقل من تردد معين، والترددات اللي بيناتهم هذول الترددين ما يعبرهم. فمثلا شنو اللي ما راح يعبرها؟ هاي الاشاره ما راح يعبرها النوتش فلتر. وش يعبر لي؟ التردد هذا القليل ويعبر لي التردد العالي، فتشوفون عبر لي اشارتين هذول. هذا يسمونه الباند ستوب او الباند ريجكت او النوتش فلتر. زين، شنو الريسبونس مالت؟ شلون نرسم الريسبونس مال لو باس فلتر؟ هذا شوف شلون راسمه لي، هاي معناها يعبر للترددات من الصفر الى هذا التردد. اما اللي اكبر من هذا التردد بهاي المنطقه ايش كاتب عليها؟ هو كاتب بلوكت. بلوكت يعني شنو؟ ما تعبر. بينما اللي داخل هذا المربع يسمى باسد، معناها تمر، الترددات اللي ضمن هذا الرينج تمر.
الهاي باس فلتر الترددات اللي ضمن هذا الرينج ما تعبر بلوكت، بينما اللي اكبر من هذا التردد، هذا التردد معناها راح تمر فتعبر للسيركت. الباند باس فلتر الترددات اللي ضمن هذا اللي هو حاط القوس ضمن هذا المربع راح تعبر، بينما اللي اكبر من هذا خارج هذا القوس ايش راح يصير بيها؟ ما تعبر، تصير بلوكت. النوتش فلتر الترددات اللي ضمن هاي المنطقه اللي جاي نشوفها نسميها النوتش، هذه الترددات هنا ما راح تعبر، بس اللي اقل من عندها راح تعبر، والترددات اللي اعلى من عندها راح تعبر. احنا راح ناخذ بالتفصيل نشرح هذول الفلاتر. هنا ايش قال؟ قال الفلاتر بصوره عامه تصنف الى صنفين، صنف يسمونه طبعا حسب السيركت مالته، حسب الدائره الالكترونيه. قسم من الفلاتر نسميه باسيف فلتر. الباسيف فلتر اللي يتكون من عناصر الكترونيه باسيف خامله، اللي هي مثلا الريزستر والكاباسيتر والاندكتر. فالدوائر الفلاتر اللي تتكون من ذن العناصر فقط نسميهم باسيف فلتر، ريزستر وكاباسيتر واندكتر، لان هذول العناصر باسيف. وعاده هذا الفلتر شو يسوي؟ لما تدخل الاشارات وتخرج من عندك كلها تقل تهبط، حتى اللي تعبر تعبر الفلتر تكون قيمتها اقل من الاشاره الداخله. ليش؟ يعني هذني عباره عن عناصر خامله تصرف طاقه. بينما الاكتف فلتر، الاكتف فلتر يتكون من الدائره مالته، تتكون من ترانزستور او اوبريشنال امبليفاير زائدا متسعات ومقاومات فقط بدون محاثات. اذا الباس الاكتف فلتر يتكون بترانزستور او اوبريشنال امبليفاير زائدا متسعات او مقاومات. ليش سموه اكتف فلتر؟ يعني هو احتمال يكبر لي الإشارة، يعني ويا ما يفلترها يكبرها، يعني هم يعبر لي الترددات اللي أريدها وهم يضخمها إلي، فيسموها الأكتيف فلتر. طبعا نوعية الأكتيف فلتر اللي تحتوي على ترانزستور أوبريشن فاير راح تاخذوه السنة الجاية بمادة الإلكترونيات، بينما هالسنة احنا راح ناخذ بس الباسيف فلتر، والسنة الجاية إن شاء الله تاخذون الأكتيف فلتر. اجي للريسبونس كيرف. شنو الريسبونس كيرف؟ اكيد هذا الريسبونس مالت الفلتر، احنا اللي ماخذين الريسبونس نعرفه شنو، اللي هو استجابه الدائره. زين، فهاي هي استجابه الدائره. مثلا عندي اللو باس فلتر، هذه استجابتي راح نشرحها. المنطقه اللي تعبر لي طبعا هو راسم لي مربع اسود، هذا المربع اسود اذا كان الفلتر ايديال، يعني شنو ايديال؟ يعني مثالي، فاذا هو هذا الريسبونس مالت. بس بالحقيقه ما عندنا فلتر مثالي، وصعب اصلا نصمم فلتر مثالي هيك مربع حاد، كل صعب، بس اكيد راح يكون هو هذا احسن فلتر بالعالم. زين، بينما الفلتر الحقيقي راح يكون هذا الريسبونس مالته. جاي يشوفونه اصلا هذا القوس الاحمر اللي راسمه اللي هو الريسبونس مالت الفلتر، هذا صعب نحصل عليه. هو هذا كل زين يعتبر فلتر ممتاز وجيد جدا، يعني هم صعب الحصول عليه. عاده الفلتر لو بس فلتر هيك يصير الريسبونس مالته، يعني تيجي ترسمه مثلا هذا الاكس وهذا الواي، هيك يصير الريسبونس مالته، يعني يصير هيك شكله هذا. هسه هذا هم زين، كل ما يكون الهبوط ماله سريع الريسبونس مالته، كل ما يكون الفلتر جيد. الى ان يصير الهبوط ماله عمودي هذا صار ايديال، اذا كان هبوط عمودي شلون هذا المربع معناها ايديال. فالترددات اللي محصوره من الصفر الى الاف سب سي هاي تعبر الدائره مالتي. بعد شوف الاف سب سي ايش قد قيمتها، 1 كيلو 2 كيلو 10 كيلو حسب الديزاين مالتك. ايش قد انت تريد يعبر لك يا رج ترددات من الصفر للواحد كيلو؟ اذا اف سي لازم يصير واحد كيلو. تريد اللو باس فلتر يعبر لك الترددات من الصفر للواحد ميجا؟ اذا اف سب سي لازم يصير واحد ميجا هرتز، وهكذا. اللي بعد الاف سب سي ايش راح يصير بيها؟ راح تضمحل اللي بين الاف سب سي والاف سب اس. الاف سب سي يسمونه كت اوف فريكونسي، هذا الاف سب سي، سي يعني كت اوف فريكونسي، بين الاف سب اس يسمونه ستوب فريكوانسي، باند ستوب فريكوانسي، او الستوب باند فريكوانسي يسمونه الستوب باند فريكوانسي. الاف سب اس اللي هي ستوب فريكوانسي او ستوب باند فريكوانسي، اللي بيناتهم الترددات اللي بيناتهم ايش راح يصير بالاشاره مالته؟ تعبر الفلتر بس تضمحل بشكل كبير، بحيث احنا ما نعتبرها اشاره، نعتبرها نويز. زين، اللي ورا الستوب باند فريكوانسي لا، الإشارة راح تنتهي أصلاً، تصير كأنه approximately zero، تضمحل نهائياً اللي وراء الـ F sub S. هذا الفلتر اللي هو اللو باس. الهاي باس، اللي هاي باس اللي أكبر من، طبعاً هم يعني إذا كان مثالي راح أرسمه مربع هيك، هذا إذا مثالي، بس أكيد هو
مو مثالي فرسمناه على شكل قوس، هذا الحقيقي الريسبونس مالته. وعاده هذا القوس كل ما يكون حاد ايضا معناها الفلتر يكون، كل ما الهبوط مالته يكون حاد كل ما يكون الفلتر نوعيتك جيده جدا. الترددات الاكبر من الكت اوف فريكوانسي، بعد ما اقول ان اف سب سي كل كت اوف فريكوانسي، فالترددات اللي اكبر من الكت اوف فريكوانسي من الكت اوف فريكوانسي فما اكثر تعبر تعبر الفلتر، بينما اللي اقل شو يصير بيها ما تعبر. اللي بين الستوب باند فريكوانسي والكت اوف فريكوانسي شو يصير بيها تضمحل بشكل كبير، نعتبرها نويز ما نعتبرها اشاره عابره للفلتر. واللي اقل من الستوب باند فريكوانسي هاي انك اصلا تضمحل تروح كانه صفر. هسه صارت الفكره واضحه، اذا مبين بالباند باس فلتر اكيد اللي بين اف1 والاف2 تعبر الاشارات، اما الترددات الاقل من اف1 ما راح تعبر، والترددات اللي اكبر من اف2 ما راح تعبر. هذا عمل الباند باس فلتر. فشوفوا الباند الباس باند وين صاير، باس باند بين اف1 واف2، والستوب باند وين صاير، اقل من الاف1 واكبر من الاف2. النوتش فلتر وين الستوب باند مالتي؟ الستوب باند مالته صار بين الاف1 والاف2، اذا الترددات بين الاف1 والاف2 ما تعبر الفلتر، بينما الترددات اللي اقل من اف1 والترددات اللي اعلى من اف2 هذا اللي تعبر، واللي نسميه هو باس باند. اذا تشوفون اذا الترددات اللي ضمن الباس باند تعبر الفلتر، والترددات اللي ضمن الستوب باند ما تعبر الفلتر. هاي هذا الريسبونس مالت الفلاتر، الاربع فلاتر اللي اخذناهم. زين شنو هاي الفلاتر؟ إلها فرد خلينا نقول مصطلحات مهمة لازم نعرفها بالفلتر. كل فلتر أكو مصطلحات ترتبط به لازم نعرفها حتى نعرف من خلالها مواصفات الفلتر. أول صفة اللي هي ناقص 3 dB، هاي يسمونها ناقص 3 dB. راح أرجع على الرسم مال الفلتر حتى نفتهم الناقص 3 dB. الإشارة أنا إيش قد اللي أعترف بها، خلي أمسح هاي شوية الكتابة حتى شوية تصير واضحة عندي. نمسح هسه هذا فلتر. احنا قلنا الاشارات لما تعبر الفلتر راح تضمحل، ما بيها مجال راح تضمحل، يعني متمر باللو باس فلتر ما راح مثلا اذا 5 فولت ما تطلع لي 5 فولت، تطلع اقل من 5 فولت. زين انا ايش قد قيمه الاشاره اللي اعترف بها؟ مثلا اذا طلعت لي من 3 فولت فما اكثر اعترف بها، لو من 1 فولت فما اكثر اعترف بها، لو من 10 فولت فما اكثر. وياي يعني من الفي ماكسيمم ايش قد النسبه؟ نص الفي ماكسيمم اعتبرها هي الاشاره المطلوبه، او 3 ارباع الفي ماكسيمم هي هاي الفولتيه المطلوبه، او ربع الفي ماكسيمم هي هاي القيمه المطلوبه. وش يقول؟ يقول لما تكون الفولتيه الاخراج 1 على جذر 2 من القيمة العظمى، إذا الفلتر عبر الإشارة. إذا ضمن هذا الرينج هي 1 على جذر 2 فما أكثر من الفولتية العظمى، إذا معناها هاي الإشارة نعتبرها عابرة للفولتية، هاي إشارة معلومات إحنا راح نأخذها بنظر الاعتبار. أما كانت الفولتية العابرة للفلتر أقل من 1 على جذر 2 نعتبر الفلتر نفلترها، وهاي نويز لازم نتخلص من عدها. إذا عبرت الإشارة الفلتر وكانت قيمتها 1 على جذر 2 من الفولتية العظمى، إذا نعتبرها شنو؟ يقول هاي 1 على جذر 2 لو تأخذ لها 20 log، يعني تحولها بالديسيبل تأخذها 20 log، إحنا نعرف هذا قانون ديسيبل اللي هو 20 log للأساس 10، وهم راح نأخذ الاشتقاق ماله سفل شوي، نأخذ الاشتقاق ماله شلون صار 20 log. لو نأخذ لها 20 log راح تطلع عبارة عن ناقص 3 dB. بيشوف شو هنا كاتبين 3 dB. إذا هذا الارتفاع هو عبارة عن 0.707 من القيمة العظمى، أو 1 على جذر 2. هذا الناقص 3 dB هو 1 على جذر 2 اللي هو 20 log بسميه، أوكي، أو 0.707. إذا هذا الناقص 3 dB شنو معناها؟ اللي هي قيمة الفولتيات من القيمة العظمى اللي إحنا نعتبر الفلتر شنو معبرها إلي. بعدين شنو عندي؟ سنتر فريكوانسي. سنتر فريكوانسي هذا اللي يستخدم بالباند باس والستوب باند، هذا هو التردد الوسطي ما بين الاف1 والاف2، هذا نسميه السنتر فريكوانسي. شوفوا هذا الاف نوت يسمونه السنتر فريكوانسي، هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث الباند ويث، ايش قد العراق يسمونه عرض النطاق التردد للفلتر، يعني مثلا هنا هذا اللو باس ايش قد يعبر الترددات؟ اكيد من الصفر للاف سب سي، اذا من الصفر للكت اوف فريكوانسي هو هذا عرض النطاق التردد. لو واحد قال لك عندي فلتر لو باس فلتر الكت اوف فريكوانسي مالته
قال لك يا بي 10 كيلو هيرز، ايش قد العرضني طاقه الترديد؟ قال له بسيطه، هو 10 كيلو هيرز، انا اريده بالراديان اضربه في 2 باي يطلع لي عرضني طاقه الترديد اللو باس فلتر. هاي زين. واحد يقول اذا عندك هاي باس فلتر والكت اوف فريكوانسي 1 كيلو، ايش قد العرضني طاقه الترددي؟ هسه تقول 1 كيلو للمالانهايه. اذا قلنا من 1 كيلو للمالانهايه معناها ما يصير، يعني هذا قيمه يعني كانه عرض طاقه الترددي ما لا نهايه. اوكي، اذا اقول هاي باس فلتر عرض طاقه الترددي ما لا نهايه بيا حاله، بالحاله المثاليه على الورق صحيح، بس عندنا بالدوائر الالكترونيه بالعملي ماكو هيك شيء، ماكو دائره تعبر لي الترددات كلها بالعالم، لازم العناصر الالكترونيه لها محددات. فايش يسوون بالهاي باس فلتر؟ يعتمدون اكبر تردد ممكن يعبر، يعني هو يبدي من 1 كيلو فاكبر من 1 كيلو، بس يجوز مثلا حد لل100 ميجا، من 1 كيلو لل100 ميجا او من 1 كيلو لل2 جيجا، وراها بعد ما يعبر الترددات. ليش؟ لان يعني العناصر الالكترونيه ما تقدر تستخدم تشتغل ضمن هذا الرينج العريض كلش من الترددات، بس احنا مجازيا نقول هاي باس فلتر يعبر من هذا التردد فما اكثر. وياي؟ لان اغلب الاجهزه يا اما تشتغل ضمن نطاق الترددات اللي هي بالكيلو هرتز، يا اما تشتغل ضمن نطاق التردد بالميجا، يا اما تشتغل ضمن النطاق بالجيجا، ماكو جهاز يشتغل من الكيلو للجيجا. وياي؟ فمجازيا نقول يابا هو يعبر من 1 كيلو الى الملانيه، بس الحقيقه مو بالملانيه، بالصدق بتجيب المواصفات الفلتر بالداتا شيت من الشركه المصنعه راح تشوف اكو تردد اعظم عنده يوقف بعد الجهاز ما يشتغل صحيح يخرب. زين، الباند باس فلتر اكيد الباند ويث مالته هو الاف 2 ناقص الاف 1، هاي المنطقه هو الباند ويث مالت الفلتر. الباند ستوب نفس فكره الهاي باس فلتر، الباند ويث مالته عند الاقل من 1 من 0 ل 1 زائدا هذا الباند ويث مالته، فتو باند ويث عندنا وياي تو باند ويث. فهم مرات يسوون ياخذون المقياس مالهم على الباند ستوب احسن، ياخذون على الترددات اللي ما تعبر، نعرف النطاق الترددي على الترددات اللي ما تعبر للفلتر. زين، نجي المن هسه للستوب باند فريكوانسي. شنو هو الستوب باند فريكوانسي؟ هذا اللي حكينا عنه، اللي وراء الاشاره تضمحل بشكل كبير اقرب يصير للصفر. شوف هنا بهاي النقطه، شوف هنا الاشاره تضمحل ونعتبرها اشاره قليله ما نعترف بها اشاره معلومات، بس هي اكو لها قيمه، خلينا نقول جزء 1 ملي فولت، 2 ملي فولت، 3 ملي فولت، بس وراء الستوب باند فلتر لا يجوز يصير صفر، يجوز يصير 1 مايكرو فولت، يجوز اقل من 1 مايكرو فولت. هنا هم نفس الشيء، هذا شوف الستوب باند، وهكذا ايضا للباند باس فلتر اكو ستوب باند، وللنوتش فلتر ايضا اكو ستوب باند فلتر. اخر شيء الكواليتي فاكتور، الكواليتي فاكتور هذا مقياس لجوده الفلتر، احنا حكينا عن جوده الفلتر، قلنا هسه هذا الفلتر يعتبر فلتر جيد، ليش؟ الانحناء ماله يكون نازل، هذا نفس الشيء، الباند باس فلتر كل ما يكون نازل بشكل اسرع كل ما يكون معناها الفلتر هو جودته عاليه، وكل ما الفلتر يكون الهبوط ماله اكثر معناها هذا جودته شو تكون جيده. اذا شنو نقول؟ اذا شنو نقول؟ نقول الكواليتي فاكتور هو مقياس لجوده الفلتر. معطيني فرد مثال، هو مثلا يقول يا بي الكواليتي مال باند باس فلتر يقاس بهذه المعادله اللي هو الاف نوت على الاف 2 ناقصا الاف 1. الكواليتي فاكتور للباند باس فلتر يقاس باستخدام هذه المعادله اللي هي الاف نوت على الاف 2 ناقصا الاف 1. زين، هسه يجي مساحة حكينا عن الديسيبل وشلون تحسب الديسيبل، خلينا نشوف منين اشتقوا هذا القانون. يقول اكو بيل، هذا واحد اشتق له قانون يحسب الجين، الجين هو الباور بالاخراج على الباور بالادخال، وياخذ لها لوج. ليش ياخذ لها لوج؟ حتى يحولها بالمقياس اللوغارتيمي، لان اذا انت مثلا تريد تمثل الرينج مالت الجين بالمقياس العادي يجوز الصفحه مال الورقه ما تكفي، فمن تحولها بالمقياس اللوغارتمي تدري المقياس اللوغارتمي يضغط الرينج فتقدر تمثلها على الورقه، فحولها بالمقياس اللوغارتمي فسموه بيل، نمبر اوف بيلز. فالنمبر اوف بيلز اللي هو هذا القانون مالته لوج 10 بي نوت بي اوت على بي ان. طبعا البي اوت هو الفولتيه الاخراج سكوير على الممانعه. اوكي على زد. ونفس الشيء
الباور ادخال هو ال في ان سكوير على شنو؟ على الممانعة. زين الممانعة وين الممانعة شو يصير بها؟ تختصر صارت في سكوير على في ان سكوير. زين السكوير بما انه لوج القانون مال لوج شو يصير؟ اثنين في اللوج، هاي صارت اثنين في اللوج في اوت على في ان. هذا بالبيل. زين الدسي عندنا وحدة قياس الدسي، الدسي متضرب في 10 شلون الملي والمايكرو والكيلو والميجا، اكو وحدة اسمها الدسي. فمكان ما بيل سموه دسي بيل، فمن صارت دسي بيل ضربناها في 10 مكان ما صارت 2 لوج صارت 20 لوج في اوت على الفين. من هاي اجى القانون. فيقول من تجي تجيب الشرط اللي قلنا مع الفلتر القيمة الفعالة اللي هي 1 على جذر 2 تاخذها 20 لوج تطلع ناقص 3 دي بي. شفت ناقص 3 دي بي منين اجت؟ زين فهذا هو الفولتية الاخراج على الفولتية الادخال. فولتية الاخراج هي الفولتية في الجين، طبعا هذا الجين فواحد على الماكسيمم، فهنا واحد على جذر 2 من الفي ماكسيمم. زين الجين ماكسيمم وين الجين ماكسيمم؟ يختصر يبقى واحد على جذر 2 20 لوج واحد على جذر 2 طلع ناقص 3 دي بي. هذا اشتراك مالتين. نجي لللو باس فلتر. سناخذ اول نوع من انواع الفلاتر اللي اليوم راح ندرسه اللي هو اللو باس فلتر. اهم شيء عندي الكت اوف فريكوانسي، اول ما حكي قال الكت اوف فريكوانسي اللي هو من خلاله انا احدد يا ترددات اللي تعبر. شلون طلع الكت اوف فريكوانسي؟ سهل، تعال للفلتر مالتك اخذ واحد على جذر 2 من القيمه العظمى، شوفوا هاي مو القيمه العظمى، اخذ واحد على جذر 2 من عده، هذا واحد على جذر 2 وسقط عليها بخط افقي، وين صار التسقيط؟ صار عندي الكت اوف فريكوانسي. هذا الكت اوف فريكوانسي طبعا اذا بالاوميجا سمى اوميجا سب سي، لو كاتب اف تشانس اف سب سي هاي. زين اللو اخذ اول نوع من انواع اللو باس فلتر السيركت اللي هي الار ال سيركت. هاي الار سيركت هاي عبارة عن لو باس فلتر، نحفظها مثل ما هي ما يراد لها تعب. زين أريد أطلع الترانسفير فانكشن مالته. ترانسفير فانكشن مو الفي اوت على الفي ان، الفي اوت شو يساوي؟ الفي في الار على ار زائد جي اوميجا ال، هاي كاتب الفي اوت تساوي بوتنشال ديفايدر، في اوت تساوي الفي ان في الار على الار زائد جي اوميجا ال. اذا الفي اوت على الفي ان اللي هي اتش اوف جي اوميجا ايش راح تساوي؟ راح تساوي ار على ار زائد جي اوميجا ال. اخذ الار عامل مشترك فصارت واحد على واحد زائد ان جي اوميجا ال على ار صارت هذه. اوكي الماجنيتيود مالتها هذا الماجنيتيود سهل، والفيز مالتها سهل تطلع الفيز مالتها. هذه هي السيركت. هو شو يقول؟ يقول يابا انا اريد اطلع الكت اوف فريكوانسي. اوكي كت اوف فريكوانسي سهله، اول شيء طلع الماجنيتيود، طلع الماجنيتيود هذا هو الماجنيتيود. زين هو الماجنيتيود عند الكت اوف فريكوانسي مو المفروض يعني هيك، هو مو قال ترانسفير فانكشن هاي اتش اوف احكي لكم هنا وبعدين تقرون الاشتقاق مالته اللي كاتبه انا هاي اتش اوف. انا اريد اطلع الكت اوف فريكوانسي. اوكي هذا الماجنيتيود، اخذ الماجنيتيود مالت الاوف جي اوميجا. اوكي اتش اوف جي اوميجا اخذ الماجنيتيود مالته، بس الماجنيتيود عاد يا تردد عند الاوميجا، يعني كل اوميجا ايش تعوض بمكانها؟ تعوض بمكانها اوميجا سي، كل اوميجا تشيلها تخلي بمكانها اوميجا سي. هاي لازم شو تساوي حتى احصل على الكت اوف فريكوانسي؟ لازم واحد على جذر 2 في الماكسيمم، واحد على جذر 2 في الاتش ماكسيمم، ايش كاتبها ماكسيمم اوف جي اوميجا. اوكي واحد على جذر 2 في الاتش اوف جي ماكسيمم وياي. زين اصلا هو واحد على هذا القيمه العظمى ايش قد تساوي الماجنيتيود مالها؟ هو واحد، يعني يبقى هذا يساوي واحد على جذر 2. فيجا اخذ الماجنيتيود مال ترانسفير فانكشن وبدل كل اوميجا ايش خلى بمكانها؟ اوميجا سي. ايش راح يبقى؟ هذا قيمته واحد لانه هو كاتب واحد، فانا ايش صارت؟ بقى عندي بس واحد على جذر 2. حل الطرفين وبسط وما اعرف ايش سوى، بالاخير طلع لي الاوميجا سي شنو راح تساوي؟ تساوي ار على ال. اذا الكت اوف فريكوانسي لهذه الدائره حتى احسبها الاوميجا سي الكت اوف فريكوانسي شو يساوي؟ يساوي ار على ال. طبعا هنا واحد يقول انا اريد الاف سب سي. اوكي 2 باي في الاف سب سي تطلع لك الاف سب سي ماكو مشكله. اذا هنا الكت اوف فريكوانسي ار على ال، والماجنيتيود هذا الماجنيتيود مالتي اوكي، وترانسفير فانكشن هي هاي. فصارت الترانسفير فانكشن مال لو باس فلتر ورا ما عوض بمكان الار على ال
عوض بمكان الأوميجا سي، ايش صار الترانسفير فاكشن؟ واحد على واحد زائد الجي أوميجا على الأوميجا سي، هذا اللو باس فلتر. زين هسه ايش يقول؟ يقول ايش قد الممانعة مال ادخال ممانعة مال اخراج مال الفلتر؟ كلش مهم الممانعة مال ادخال ممانعة مال اخراج. ليش؟ لان هي السبب هبوط بالفولت، هي اللي راح اطبع عليها بالاشارة اللي راح اطبع عليها. فشلون يحسب ممانعة ادخال ممانعة اخراج؟ ممانعة الادخال اكيد هي الار زائد جي اوميجا ال، هاي ممانعة ادخال. ايش قد اقل ممانعة ممكن احصلها؟ لما يكون التردد يساوي صفر معناها هذا ايش راح يصير؟ شورت سيركت. فاذا الزت ان مينيمم راح تبقى بس مقاومه، فقال الزت ان مينيمم شو يساوي؟ ار. زين ممانعه الاخراج، ممانعه الاخراج هي عباره عن شنو؟ سوى شورت على الادخال فصارت عباره ار على التوازي ويا جي اوميجا ال، فقال هي عباره عن ار ويا جي اوميجا ال. ايش قد اكبر ممانعه ممكن احصلها باخراج؟ لما يكون هذا اوبن سيركت. لما يكون امتى يكون اوبن سيركت؟ لما هو مو جي اوميجا ال. امتى يكون اوبن سيركت؟ لما يكون التردد ما لا نهايه. فقال عند التردد ما لا نهاية معناها المحاصيل تصير open circuit، فتبقى الممانعة فقط R هي هاي ال R maximum. أما إذا التردد مو لا نهاية معناها عندي قيمة لل J omega L معناها تقل يعني على التوازيهن، فتقل الممانعة في الماكسيموم عندما ال omega L تساوي ما لا نهاية. زين نجي عندنا هذه الترانسفير فاكشن اللي أخذناها لللو باس فلتر هي واحد على J omega L. وياي احنا قلنا مرات تصير بها جين. فايش يقول؟ يقول اذا كان الترانسفير فانكشن مالت اللو باس فلتر هي عباره عن كي على الواحد زائد ان جي اوميجا على اوميجا سي، اذا معناها شنو؟ هذا يمثل الجين. طبعا اذا كان باسيف فلتر اكيد الجين اقل من الواحد لان يعني تقل قيمه الفولتيه، بس اذا كان اكتف فلتر اللي راح ناخذه بمرحله ثالثه راح يكون الكي اكبر من الواحد. احنا بالنسبه لنا المثالي راح يكون الكي يساوي واحد، واحنا بالنسبه لنا راح ناخذ الباسيف كي يساوي واحد. احنا دائما راح ناخذ قانون اللو باس فلتر بما انه باسيف واحد على واحد زائد جي اوميجا على اوميجا سي. نجي عندنا للو باس فلتر باستخدام الار سي، اخذناه باستخدام الار ال، هسه نستخدمه باستخدام دائره الار سي يعني متسعه ومقاومه. اكيد اذا اريد الترانسفير فانكشن الفي اوت شو يساوي؟ الفي اوت تساوي الفي ان مضروبه في طبعا هنا السي شو تصير ممانعه مالته؟ واحد على جي اوميجا، عرفوا هاي سهلة، جي أوميجا سي، هاي جي أوميجا سي. فش راح يصير الفي أوت تساوي الفي إن واحد في واحد على جي أوميجا سي تقسيم آر زائد واحد على جي أوميجا سي. هاي شوف الفي في إن في الواحد على جي أوميجا سي على مجموعين ممانعتين، ورتبها وسواها في أوت على في إن طلعت ترانسفير فانكشن جي أوميجا شو تساوي؟ واحد على واحد زائد جي أوميجا آر في السي. أوكي زين، همين أريد الكت أوف فريكونسي نفس الطريقة، ناخذ الماجنيتيود والماجنيتيود يساوي واحد على جذر اثنين في الماجنيتيود ماكسيموم، والماجنيتيود اوف جي اوميجا نعوض مكان جي اوميجا سي، راح تطلع لي الاوميجا سي نفس الطريقه بالار اللي طلعناها. فالكت اوف فريكونسي راح يطلع واحد على ار سي بالمحاسه، بدائره المحاسه شنو كان الكت اوف فريكونسي؟ ار على ال. بال حالة المتسعة على R C سيركت لو باس فلتر شنو طلعت؟ واحد على R C، يعني لازم نحفظهم لأن نحتاجهم بالديزاين. زين وهنا نفس الشيء ال R N Z N إيش راح تساوي؟ أكيد ال R زاد واحد على J Omega C، شوفوا هنا الكاتبة ال Z N minimum أكيد لما تكون المتسعة شورت سيركت، فلما يكون يمتى تكون شورت سيركت؟ لما تكون ال أوميجا طبعا ما لا نهاية، حتى تصير شورت سيركت حتى تصير واحد على ما يساوي صفر، فيصير يعني شوفوا عكس الدائره السابقه، فالزت المينيموم تساوي ار. زين من الاخراج شنو ممانع الار على التوازي على الواحد جي اوميجا سي؟ يمتى الزت ماكسيموم بالاخراج؟ لما تكون المتسع اوبن. يمتى تكون المتسع اوبن؟ لما الاوميجا تساوي صفر يعني تصير اوبن سيركت، بس راح يصير زت اوت ماكسيموم تساوي الار. عندي فرد شغله مهمه هنا هسه قبل ما ننهي الموضوع، انا اخذت دائرتين الار ال والار سي. هسه راح نحكي شغل سوق، واحد قال صمم لي لو باس فلتر، يعني هاي الدائره ناخذ الدائره الاصليه مالت الار ام، هاي الدائره الاصليه مالتي. واحد قال يابا انا اريد لو باس فلتر، انا عندي طريقتين، يا اما اصمم باستخدام ار ال او ار سي. راح اصمم هسه باستخدام الار ال، اقول يابا لو باس فلتر اللي طالبه من عندي جيت التردد ماله، قال لي والله التردد مالتي اريده من الصفر يعبر لي الى حد الواحد كيلو، يعني ايش قد الكت اوف فريكونسي؟ 1 كيلو هرتز. الكت اوف فريكونسي 1، راح اصمم دائره مطاني بس التردد وراح،
بعد هو بالسوق بسوق هرج قاعد انت، وهو اجى قال لك عيد لو باس فلتر الكت اوف فريكونسي 1 كيلو هرتز وراح بعد عافك. رأسا انا ايش اقول؟ اقول ما يخالف طاني تردد. الاوميجا سي شنو تساوي؟ الكت اوف فريكونسي تساوي ار على ال، معناها حصلت الاوميجا سي راح يصير 2 في الباي في ال 1 كيلو هرتز وياي. زين هسه واحد يقول يعني في 10 اس 3 1 في الباي في ال 10 اس 3 اللي هي 1 كيلو. ايش بقى عندي مجهول؟ عندي مجهول يعني الار والال هنا سهله. ايش راح نسوي؟ نفرض الال ونحسب الار، او بالعكس اقدر افرض الار واحسب الال. زين واحد يقول يا الافضل افرض قيمه الال اقول ان واحد هنري واحسب قيمه الار، لو الافضل افرض قيمه الار واحسب قيمه الال. انت بالسوق وتشوف العناصر اللي عندك، تشوف بالمحل مالتك او بالمكتب مالتك او بالمختبر مالتك ايش قد قيم المحاثات المتوفره. طبعا يفضل انه تفرض ال وتحسب الار، ليش؟ المقاومه شوي اسهل تحصلها، المحاثه صعب تحصل قيم. فتشوف شنو المحاثات المتوفره عندك، تجرب المحاثات واحده واحده، تحط المحاثه الاولى 1 ملي هنري طلعت لك مقاومه مناسبه تحقق لك الغرض اللي موجود عندك، عندك مقاومات نفس القيمه او قريبه عليها تحطها وياي. إذا لا ما طلعت تجرب غير محاثة، وهكذا لأن تلقى مقاومة ومحاثة يناسبين الفلتر اللي أنت صممته تحطها راح يطلع ريسبونس نفس الريسبونس المطلوب، نفس هذا الريسبونس ونفس هذا الريسبونس بالضبط، والكت أوف فريكونسي عند نفس التردد اللي هو طاقية. واحد قال زين إذا أنا ما أحب المحاثات، المحاثات أصلاً صعب الحصول عليها، بس المتسعات بسهولة حصلها، أوكي استخدم الـ RC راح تربط نفس هذه الدائرة بالضبط. تفرض السي، شوف شنو المتسعات اللي موجودة عندك، 1 مايكرو 10 مايكرو فاراد، وتقول يا ب 2 في الباي هذا شنو الأوميجا سي. عفوا زين تكتب 2 مضروب في شنو؟ مضروب في الباي في التردد اللي طاكيه اللي هو ايش قد 1 كيلو يعني 10 اس 3. ايش راح يساوي هذا؟ يساوي 1 على ايش قد؟ على ار في السي. يا ايش قد المتسعه اللي حصلتها بالمحل 1 كيلو، العفو 1 مايكروفاراد، احط مكان 1 مايكروفاراد واحسب الار وياي. هسه واحد يقول يابا 1 مايكرو فاراد راح تنضرب 10 اس ناقص 6 وهذا 10 اس 3، ايش بقى؟ بقى 10 اس ناقص 3، 10 اس ناقص 3 يعني 2 في باي في 10 اس ناقص 3 يعني مقاومه بالملي صغيره هاي كلش تطلع. لا مو هي مو بالملي، انت راح تقلبها، من تقلبها فراح تصير بالكيلو، يعني كانه الار راح تساوي لك راح تساوي 1 على 2 في الباي، طبعا الباي 22 على 7 22 على 7 وهنا 10 اس 3 يصير يعني الملي يصعد لي فوق يصير لا. فشوف ايش قد تطلع عندك المقاومه، يجوز 500 اوم 100 اوم 200 اوم وهكذا، فهي ممكن الحصول عليها. فراح اصمم لو باس فلتر. اللي هنا انتهت محاضرتنا اليوم، ان شاء الله المحاضره الجايه نكمل الهاي باس فلتر والريلايزيشن، حتى تبقى لنا محاضره واحده ان شاء الله، احنا بعد محاضرتين نحاول ونكمل المنهج. شكرا جزيلا على الاصغاء، وان شاء الله نلتقي بالمحاضره اللي جايه.